السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. مع استمرار الهجوم الروسي في مقاطعة كرسك من أجل استعادة الأراضي التي توغلت فيها القوات الأوكرانية، الجبهات الأخرى أيضا تشهد تطورات مهمة جدا، وخصوصا في مقاطعة خاركيف، وهناك تقدمات للقوات الروسية في المناطق الشرقية من خاركيف. إلا أن جبهة دونيتسك هي الجبهة الأكثر اشتعالاً وأكثر تقدمات القوات الروسية تحصل في هذه الجبهة، وغاية القوات الروسية هي السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك من أجل السيطرة الكاملة على أقليم الدونباس. وتجري في جبهات مقاطعة دونيتسك عدة معارك، وأهم هذه المعارك هي معركة كوراخوفكا. والقوات الروسية منذ عدة أسابيع تحاول أن تصل إلى هذه المدينة من عدة اتجاهات، من الشمال والشرق وكذلك من الجنوب، ولكن التطور الأبرز حصل عندما تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مدينة أوغلدار وبدأت تتقدم شمالا نحو مدينة كوراخوفكا. والغاية هي السيطرة على الطرق التي تؤدي إلى مدينة كوراخوفكا من الاتجاه الجنوبي. والآن القوات الروسية بدأت تضيق الخناق على القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة كوراخوفكا. ما الذي يجري حاليا في كوراخوفكا؟ في الأسابيع الماضية تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى الأطراف الجنوبية لمدينة كوراخوفكا والوصول إلى ضفاف بحيرة كوراخوفسكا والسيطرة على بلدة أوسترافسكا. وأيضا بالمقابل كان هناك تقدمات بسيطة للقوات الروسية انطلاقا من بلدة توسكرين من أجل الوصول إلى الطرق التي تؤدي نحو مدينتي غورنيك وكذلك كوراخوفكا. بعد ذلك هاجمت القوات الروسية المناطق الشرقية من كوراخوفكا وتمكنت من السيطرة على بلدة زوريانا، وأيضا عبرت نهر فوفشا ووصلت إلى ضفاف هذا النهر، وخصوصا في المناطق الشرقية من بلدة كوراخوفكا. بعد ذلك قامت القوات الروسية بالتقدم من المناطق الشمالية الغربية وتمكنت من السيطرة على إزماريفكا وكذلك السيطرة على منجمين مهمين، ألا وهما المنجم 40 و 42، وهما مناطق مرتفعة بارتفاع أكثر من 70 إلى 80 متر، وهذا يعني السيطرة النارية على بلدتي غورنيك وكذلك على شمال كوراخوفكا. وبهذه السيطرة أجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب من وسط غورنيك، وبعد ذلك تمكنت القوات الروسية من السيطرة الكاملة على بلدة غورنيك. وهذا فيديو يبين القوات الروسية وهي ترفع العلم التابع لأحد الألوية الروسية وهو اللواء 114 على أعلى بناية في وسط مدينة غورنيك، وهذا دليل واضح على أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على وسط بلدة غورنيك. والسؤال هو الآن، ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية؟ أمام القوات الروسية الآن خياران. الخيار الأول هو تطويق مدينة كوراخوفكا من أجل السيطرة على المرتفعات التي تقع إلى الغرب من مدينة كوراخوفكا، وبذلك سوف تطوق القوات الأوكرانية التي تدافع في وسط كوراخوفكا. والخيار الثاني هو اقتحام المدينة مباشرة من المناطق الشرقية لكي تفسح المجال للقوات الأوكرانية بالانسحاب قبل أن تتم عملية التطويق، وذلك تجنبا للقتال الذي قد يحدث في وسط المدينة وحرب شوارع ومدن والتي قد تؤدي إلى خسائر في القوات الروسية. إذن الخيار الثاني هو اقتحام المدينة مباشرة من أطرافها الشرقية والشمالية وإجبار القوات الأوكرانية على الخروج من هذه المدينة، وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة على مدينة استراتيجية مهمة جدا في المناطق الوسطى من مقاطعة دونيتسك. والسيطرة على كوراخوفكا يعني اقتراب القوات الروسية من الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتي تمكن القوات الروسية من التقدم غربا من أجل الوصول إلى هذه الحدود الإدارية، وهذا كله جزء من الاستراتيجية البعيدة المدى للقوات الروسية، ألا وهي السيطرة على كامل إقليم الدونباس بمقاطعتي لوهانسك ودونيتسك والسيطرة الكاملة على هذه المناطق الشرقية من أوكرانيا. إذن هذه آخر تطورات المعارك التي تجري في وسط مقاطعة دونيتسك ضمن المناطق الشرقية من أوكرانيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.